بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألو دكتور. نستضيف اليوم الدكتور عبد الفتاح الحديدي، اختصاصي أمراض الصدرية والتنفسية، للحديث عن أمراض المزمنة التي تخص أمراض الصدرية، وخصوصا مرض الربو القصبي المزمن والانسداد الرئوي والتوسع الرئوي المزمن. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي اليوم الدكتور عبد الفتاح الحديدي. دكتور عبد الفتاح، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، الله يخليك. شرفنا فيك دكتور. ان شاء الله رح نحكي اليوم عن زادك شرف، عن ان شاء الله الربو المزمن، وهي امراض شائعه جدا موجوده في مجتمعنا الاردني. طبعا. اعزائي المشاهدين، يمكنكم التواصل معنا من خارج الاردن عبر تقنيه السكايب على فاكت 21 وايضا فاكت 22، ومن داخل الأردن وخارج الأردن يمكنكم التواصل عبر الهاتف على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، ولمشاهدينا عبر بثنا المباشر على الفيسبوك يمكنكم أيضا التواصل معنا وتوجيه أسئلتكم إلى الدكتور عبد الفتاح. دكتور عبد الفتاح، بداية، العديد من الناس يشكو من مرض الربو المزمن. في ناس بيحبوش يسموه ربو، في ناس بيحكوا عنه حساسية، تحسس. فمبدئيا ممكن نعرف ما هو مرض الربو الشعبي أو القصبي المزمن؟ بدءا احنا قبل ما نعرف مرض الربو لازم نعرف حجم المشكلة. مشكلة الربو والحساسية، فيعني عدد المصابين بمرض الربو عالميا تقريبا 300 مليون، وهذا عدد هائل جدا، يعني تقريبا 10% من سكان العالم يعانون من الربو بدرجة أو بأخرى من الشدة. فإحنا اليوم رح نتطرق لموضوع شائك. شاسع، ذو انتشار، يعاني منه الصغير والكبير، يعاني منه الذكر والأنثى. وفي مقولة بالطب أنه على مدى حياة الإنسان لازم يصير معه هجمة أو أكثر، لا يعني لازم يصير معه نوع من أنواع التحسس بغض النظر عن الشدة، يعني حتى لو عطسة أو كحة بسيطة ناتجة عن تعرض لمهيج تحسسي. فعلى مدى حياة الإنسان لازم كل إنسان فينا يكون عنده أو تعرض لنوع من أنواع الحساسية. طبعا إحنا الربو هو نفسه الأزمة، يعني التعريف أو بالإنجليزي اللي هو البرونكيال أزمة، في ناس بيسموها أزمة. الربو تحسس. التحسس هو يعني تعريف عام، لأنه التحسس ممكن يكون بالجلد، ممكن يكون بالعينين، ممكن يكون بالرئة، بالقصبات الهوائية، بالجيوب. فالتحسس هذا تعريف عام. أما الربو هو التحسس الموجود في الرئة. في بعض الناس بيسموه الكدمة الرئوية، خاصة الهجمة أو الانتكاس الحادة. طبعا الربو هو مرض مزمن. تعريف الربو هو مرض مزمن، التهابي مزمن، ناتج عن الإفراط في الاستجابة للقصبات الهوائية للمهيجات الخارجية. يعني هو يصيب الشعب الهوائية. حتى نوضح معنى كلمة التهاب، هو التهاب مش التهاب بكتيري، التهاب تحسسي مناعي ناتج عن الإفراط في الاستجابة للشعب الهوائية. يعني هو موضع الالتهاب التحسسي بالشعب والقصبات الهوائية عند التعرض للمهيجات الخارجية الموجودة حوالينا، ووجود استجابة زيادة عن اللازم، يعني مفرطة للقصبات الهوائية، تؤدي إلى تقلص هذه القصبات وتضيقها. فهذا هو الربو المزمن. دكتور، متى ممكن ان نشخص المريض، احكي له هذا المريض عنده ربو؟ طبعا الانسان او مرض الربو هو التهاب مزمن كما يعني ذكرنا. مزمن معناته الانسان راح يتعايش معه. يعني مش هجمه واحده او هجمتين، يعني راح الانسان يظل في تكرر الهجمات والانتكاسات. السيره المرضيه مهمه جدا. طبعا هي بتيجي على شكل هجمات بضيقة بالنفس، سعال على الأغلب يكون جاف، حتى لو في قشع لبعض البلغم بيكون كثيف ولزج. بلغم مريض الربو، فالسعال بيكون جاف. يعني هو طبعا ضيقة النفس والسعال الشديد والصفير.
يعني الصفير احنا عاده بنسمعه بالسماعه الطبيه ستيتوسكوب عند المريض، بس اذا كانت الهجمه شديده ممكن الانسان بالذان يعني بالذان المجرد يعني يسمع الصفير عند مريض الربو. فهي هي اعراض الربو. طبعا الاعراض تكون على شكل هجمات متكرره، يعني المريض ما بين الهجمه والهجمه يعيش حياه طبيعيه ويعني ما بيكون عنده اعراض نهائيا. يعني هاي الاعراض احنا بنشوفها او بشوفها المريض وبيعاني منها اثناء الانتكاسه الحاده او الهجمه. دكتور يتحدث عن السعال، طبيعه السعال حكينا انه السعال هو حكيتنا معظم المرضى بيعانوا من سعال جاف. نعم هاي الاعراض متى بتاتي؟ خلال يعني خلال اليوم؟ هل بتزيد مثلا خلال النهار بالليل صباحا؟ عاده مريض الربو يعاني اكثر خلال الليل والصباح الباكر. يعني على وجه الصبح. طبعا هذا لا يعني انه لا يعاني بالنهار، بس اكثر الهجمات والانتكاسات، وذلك لوجود يعني الفيزيولوجيا جسم الانسان ويعني القصبات الهوائيه عاده عند الناس الطبيعيين، وبعض افرازات الهرمونات بالليل بتزيد تقلص او تضيق القصبات. فعاده تضيق القصبات والسعال وكل اعراض الربو بتكون ليلا والصباح الباكر اشد من ناحيه التكرار ومن ناحيه الشده. دكتور يعني ممكن المريض خلال النهار ما يصير عنده اي اعراض نهائيا، ولكن فقط اعراض تكون في الليل ليلية الصباح الباكر. نعم ليليه. نعم طب دكتور هل في شيء بحفز غير الهرمونات بحفز هاي الاعراض تكون اكثر بالليل؟ طبعا احنا خلينا نكون واقعيين، اي مهيج حوالين الانسان عايش معه راح يزيد تكرار الهجمات والنكسات الحاده. طبعا هاي المهيجات كثيره عندنا، خاصه مع تقدم العلم والعالم والتلوث البيئي، وجود الحيوانات المنزلية، العث الفراش أو عث السرير بنسميه، حبوب اللقاح خاصة في وقت الربيع. يعني إحنا الوقت هذا موجود أشجار الزيتون عندنا في الشرق الأوسط، عندنا أشجار الزيتون وحبوب اللقاح. الغبار، طبيعة الطقس الغبار طبعا بهيج الربو أو الهجمات. انتقال الإنسان أو تغير المناخ من دافئ إلى بارد، أو انتقال الإنسان يعني بكون قاعد مثلا في منطقة دافية وفجأة بدخل على منطقة باردة. فهذا برضو بزيد الانتكاسات وشدتها وتكرارها. دكتور رح نتحدث عن الانتكاسات إن شاء الله بعد ما تلقى هذا الاتصال من عبد الوهاب المبيضين. عبد الوهاب السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير يا أستاذ. حياك الله سيدي. تحياتي للدكتور عبد الفتاح. اهلا وسهلا. سيدي دكتور انا في قحه قويه بعيد من سمع بلغم. هذا بالنسبه للقحه. اللي عند النومه صوت صفافير العادي كانه صيصان. نعم. ما بعرف شو يعني بزعجني بشكل. عمي انت شوي انا صوتك بالتليفون شايفه مبحوح، هيك طبيعه صوتك ولا من جديد؟ لا هاي طبيعه صوتي انا هي. قديش عمرك اخي العزيز؟ 67 سنة. مدخن؟ والله بدخن يا دكتور. قديش لك بتدخن؟ إلي من 71 تقريبا بدخن. طيب طبعا مدخن شرح، كم باكيت باليوم؟ لا باكيت حاليا يعني ما بقى. طيب عمي صوت رمضان 10 سجاير 9 سجاير بس. طيب يا سيدي ان شاء الله كل ايام رمضان. يا رب. احنا انت الصفير موجود عندك ليلا نهارا ولا بس تيجي تنام؟ والله بس اجي انام في النهار صدق يعني. اما البلغم والكحه موجودين باستمرار؟ دائما باستمرار والله يا دكتور. الف الف سلام عليك. هسه ان شاء الله بنجاوبك على سؤالك وبنوجهك كيف تتعامل معه ان شاء الله. دكتور خلينا نجاوب عبد الفتاح لانه عبد الوهاب موضوعنا طويل اليوم نحكي فيه. عبد الوهاب السيد عبد الوهاب عاده من السيره المرضيه هو مدخن شره، وعلى اغلب يعني الشكوى تاعت السيد عبد الوهاب هي شكوى مريض الالتهاب المزمن الانسدادي الرئوي. لا. المسبب الوحيد والاوحد له والاكثر اللي هو التدخين. وهذا بيجي على شكل كحه مع قشع لبلغم كميات كبيره على مدى العام تقريبا. او على مدى مش اقل من 3 اشهر سنويا. مع صفير.
فهذا التهاب انسدادي قصبي مزمن. نطلب من الأخ عبد الوهاب يعني يتوجه لأقرب مستشفى عيادة أمراض صدرية يشوف الدكتور يعمل له صورة أشعاعية وكفاءة رئة ويعني يصرف له الدواء اللازم والالتزام بالدواء. وأول خطوة بالعلاج هي أنه يترك الدخان. إحنا دكتور إحنا نتحدث عن ترك الدخان انسداد الرئوي المزمن والتهاب القصبات المزمن إن شاء الله بالجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله. فعبد الوهاب خليك معنا وتابع إن شاء الله حديثنا بتعمق عن مرض الانسداد الرئوي المزمن إن شاء الله. دكتور إحنا حكينا عن المحفزات لمرض الربو. نعم. الآن خلينا نحكي دكتور عن أنواع مرض الربو. نعم. هسه إحنا فقط عندنا مرض الربو نوع واحد يصيب الجميع. نعم. ولا ممكن تقسيم هذا المرض إلى عدة أنواع حسب المسببات تبعه؟ طبعا إحنا خلينا نكون واقعيين. الربو تعاملا مع المريض من قبل الطبيب واحد. نعم. طبعا حسب شدة المرض حسب شدة الأعراض حسب تكرار الهجمات نتعامل مع المرضى. يعني كل مريض نتعامل معه حسب شدة الانتكاسات والهجمات تكرار المرض وعدم التزام المريض بالأدوية الوقائية. هسا أنواع الربو زمان كنا نحكي فيه ربو خارجي وربو داخلي. يعني في بعض المرضى بيكون عندهم حساسية غير الربو، التأتب احنا بنسميه باللغة العربية الآتوي اللي هو التأتب، فكانوا يفصلوا الربو الخارجي والربو الداخلي، وكان بيجي عند الأولاد عند الأعمارهم صغيرة. وإذا المريض تم التحكم بالربو على مدى حياته من هو صغير يعني وتعالج علاج صح والتزم، على الأغلب عند سن المراهقة هذا نوع الربو يروح. وفي الربو النوع الثاني اللي بيجي على الأعمار الكبيرة وما بيكون معهم تأتب. وممكن الإنسان لآخر يوم بحياته معرض إنه يجي الربو. يعني في ناس على عمر 70 سنة ببلش عنده الربو. طبعا هذا النوع من الربو صعب جدا يروح، والأفضل إنه ينعمل له فحوصات لأنه ممكن ما يكون ربو، يكون شيء غير يكون الربو، شيء آخر جاي بأعراض الربو. نعم. فالربو اللي بيجي على السن الكبير الخطوة الأولى إنه نتأكد هل هو ربو أو لا، لأنه صار في أنواع كثير لا هي ربو ولا هي التهاب قصبي انسدادي مزمن، شيء ما يعني بين مختلط أو اختلاط بين اثنين. نعم. دكتور خلينا نتلقى هالاتصالات. نعم. بعدها إن شاء الله رح نحكي عن الربو عند الأطفال. شكرا. من الزرقاء محمد فضل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا دكتور؟ حياك الله يا سيدي محمد، تفضل. نحمد الله ونشكره. ممكن أوجه السؤال للدكتور الحديدي بالله؟ تفضل دكتور. معك دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيك رب. تفضل تفضل. لو سامك. تسمعنا يا أخي محمد من التليفون الله يرضى عليك. من التليفون والله بسمعك. طب ابعد على التلفزيون شوي. دكتور أنا عندي ولد عمره 5 سنوات، يعني 6 سنوات تقريبا. نعم. الله يحفظه. بتظلت في بقحة من بعد الساعة 12 بالليل، قحة يعني ناشفة. نعم. باستمرار باستمرار باستمرار، يعني بتظل مرار سيطر وجه الصبح. نعم. هذا واحد. اثنين، عندي زوجتي بتظل تعاني من ضيق نفس من عند الصدر. نعم. باتجاه البلعوم بتظل هيك تشكي من ضيق صدر ضيق نفس. نعم. أخذتها على المستشفى وقلت لها لازم تبقى تيجي تعمل فحوصات، والمستشفيات انت عارف العيادات الاختصاص مسكري. نعم. فياريت بس. طب يعني الطفل الله يخلي لك إياه من متى بيعاني من الكحة؟ والله مش من زمان، يعني من شهر هيك. يعني أول سنة أول مرة بيعاني منها؟ أول مرة بتصيبه بعد الساعة 12 بالليل. نعم. يقول بشرب أرجيل بعيد عنك. أنفه بسيل؟ لا. ما بسير ولا بسكر؟ ما عندوش إلا القحة. نعم. ما بصيبه أعراض إلا القحة. نعم. وصوت خرخش بصدره بتقول لي زي الأرجيلة. بتصيبه زي شو اسمه، لا صوت القحة يعني. صوت فهمت. القحة مر واحد بدخل. فهمت عليك. ألف سلام عليه والله يخلي لك إياه. نعم. ألف سلام يا اللهم صل محمد يا محمد. وننتقل إلى أيضا الزرقاء إبراهيم الخلايلة، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية يا دكتور. شكرا. حياكم الله. الله يحفظكم كل عام وانتم بخير. انت بخير يا رب، الصحة والسلام. الله يسلمك دكتور. انا في لي ابن من اول ما اجى دخل خداج تعبان من صدره. نعم.
فظلت مستمرة معه. فيعني أنا راجعت مستشفيات وراجعت دكاترة أخصائي أطفال يعني حديث الولادة. نعم. فكانوا يعني ظلهم يعطوه تبخير باستمرار ويعطوه إبر. نعم. وكذا. فالولد كان ظل يعني بجح بالليل جحة يعني قوية كثير. نعم. ودائما يعني بيتحسس من أي إشي بيتحسس. نعم. قديش عمره الطفل؟ سنتين. يعني صار عمره سنتين ما شاء الله. الحمد لله. حجمه الحمد كويس. والله حجمه كويس الحمد لله. زراق ما بصيبه شفايفه بلعب بتحرك. لا بس كان لما يضربوا الإبرة الدكتور بيصير عنده ضيق نفس. إبرة إيش هاي؟ والله ما بعرف الإبرة هاي عن تبعات الالتهاب. بس كنا لما ننفخ بوجهه بيرجع نفسه طبيعي. طيب. بس الولد كان بيظله بيعاني من القحة بالليل مستمر. يا سيدي ألف سلام عليه. حجمه كويس الولد لعمره؟ والله أول البداية كان وزنه كل ما بنروح عند الدكتور بنراجعه هو كان وزنه بيزيد، بس بعديها استقر على وزن واحد يعني كويس. يعني مش ناصح الولد متوقف. يا سيدي الله يخلي لك إياه. الله يحفظك. بتسمع الجواب ومنوجهك شو تعمل وإن شاء الله خير. الله يكرمك بالدنيا والآخرة. الله يحفظك. ألف سلام عليك دكتور انجاب. بالنسبة للأخ الأولاني محمد اللي عنده طفل عمره 5 سنين كحة ليلية من شهر مستمرة بشكل مستمر ليليا، أنا بنصح الأب أنه يأخذ ابنه على أقرب أخصائي أطفال أو صدرية حتى يعمل له الفحوصات اللازمة ويفحصه سريريا ويعمل له صورة أشعة. على الأغلب في تحسس أو نوع من أنواع الحساسية. نعم. إذا ما كان التهاب جيوب، لأنه إحنا دائما بنقول التهاب الجيوب والكحة الليلية في علاقة مستمرة. نعم. أو يكون عنده تحسس بالأنف، لأنه برضو تحسس الأنف ليليا بيعمل كحة. فدائما نحكي على التليفون، إحنا بنحاول قدر المستطاع نفيد المرضى. نعم. بس بيختلف، بس يكون المريض موجود، موجود وتفحصه. نعم. فمننصح الأخ محمد يأخذ ابنه وما يسكت عليه، لأنه على الأغلب يكون في حساسية يعني كحة شهر ليلية يكون نوع من أنواع الحساسية. إبراهيم دكتور بشرط يكون ربو. نعم. يكون إبراهيم نوع من الخلالي. أنواع الحساسية الأخ إبراهيم الخلالي، عادة إحنا الأطفال اللي بيدخلوا الخداج بيكون عندهم مشاكل بداية في النمو، نمو الأعضاء يعني نمو الرئة نمو القلب. إن شاء الله ما يكون عند الطفل إبراهيم هذا الحكي، وممكن يصير أو يصاب في التهابات مبكرة يعني في عملية الولادة بيطلع الولاد وعنده التهابات بالصدر. هاي الالتهابات عادة بتعمل يعني تتابعات أو تعمل مضاعفات مع العمر. وبما أنه الطفل بشكي فضروري أنه يتابعه دكتور أطفال نشوف هل صار عنده توسعات في القصبات الهوائية ما نسميه برونكاكتيزيس. وهذا عادة المريض بيضله يشكي من التهابات متكررة وتجمع بلغم وقشع بلغم مع رائحة نوعا ما كريهة. نعم. فهذا موجود ولازم يستبعد عند الطفل تبع إبراهيم الخلايا. نسبته دكتور بين الأطفال حسب. نعم. حسب، لأنه فيه له مسببات كثيرة، فيه له مسببات وراثية وله مسببات أكويرد. نعم. اللي هي يعني مكتسبة. دكتور تلقى هذا الاتصال من محمد المشعلة. محمد المشعلة من عمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب ويحفظك. دكتور أنا عندي شغلتين. نعم. في عندي وقت الزيتون تحسس بالأنف شديد يعني. عاني منه كثير. والشغلة الثانية أنا عامل عملية قلب قبل 10 سنوات. نعم. وصير عندي خاصة وجه الصبح. قديش عمرك؟ سلامتك أخ محمد. نعم. قديش عمرك؟ عمري 65 سنة. 65. القلب المفتوح عملته يعني غير حطيت شبكات غيرت لا. صمام لا 3 شرايين. بس 3 شرايين شبكات ما حطوا. كان مسكرات وحطوا شرايين محلين. نعم. ايوه. لكن انا يصير عندي تنفس شديد يعني لهد. نعم. وجه الصبح شاف. نعم. واكون نايم وانا صاحي نفس الاشي احس فيه، وتروح يوم يومين هيك وترجع معها. ما ادري شو، هل لها علاقه بالقلب او انه مثلا الرئه في ميه في شيء؟ لا اخي العزيز خلينا احنا نكون واقعيين واسالك سؤال واحد. نعم.
هل ذيقة النفس هاي على مدى العام ولا بس في موسم الزيتون؟ كما ذكرت انت بتقول لي عندي حساسية من الزيتون. لا، الحساسية بوقت الزيتون. نعم. وضيقة النفس هذه بأوقات عادية. يعني بالأوقات العادية. بالأوقات العادية يا سيدي. وأدويتك تاعت القلب والمدرات والمميعات ملتزم فيها؟ والله أنا أخذ العلاجات، لكن المدر يعني عفترات أخذه. يعني ما بتوخ، مش ملتزم، مش يوميا، ما بنفع، لأنه دكتور نصحني قال لا تأخذ المدر باستمرار ينشف الكلى. الدكتور القلب الدكتور القلب اللي قال لك هذا؟ لا والله طبيب عام. طيب أخي العزيز، أنا أنصح بداية قبل ما أشرح لك عن وضعك الالتزام بأدوية القلب، وبلاش إحنا يعني عدم المؤاخذة، أخصائي القلب قديش درس وقديش مر عليه مرضى قلب وهذا تخصصه. نعم. فما بنفع أصلا نسأل إنسان أقل علما من يعني أو تخصص ثاني. يعني أنا المدر هذا بيضر الكلى، دكتور القلب مشاك على مدر وأروح أسأل دكتور طبيب عام ويقول لي بيضر الكلى ووقفه غلط. دائما احنا الاحترام موجود بين كل الزملاء. نعم. بس مريض القلب اعلم بتخصصه، اعلم بمرضاه، ولازم المتابعة، وكل 6 شهور نعمل فحص كلى، يعني على الاقلية كل 6 شهور اذا مش كل 3 نعمل فحص كلى، نعمل فحص دم، وحسب ذلك يعني تلك الفحوصات بتم تضبيط او تضبيط جرعة العلاج، تعديل الجرعة العلاجية او تعديل العلاج. اما اني انا اظني متردد في اخذ الدواء مش رح تزبط اموري. وبالنسبة لسؤالك، احنا عادة تحسس الانف في وقت الربيع له علاقة وطيدة بالربو، لانه الانسان او مريض الربو نحكي 70% منهم بيعانوا من تحسس بشكل او من نوع اخر، تحسس عيون، تحسس انف، تحسس جلد. فإذا تحسس الأنف ما زبط أو ما قدرنا نتحكم فيه، رح الربو يعني مريض الربو يظل تعبان. نعم. يظل تيجي انتكاسات متكررة وصعب أنه نتحكم في أعراضه. نعم. فلازم نظبط حساسية الأنف. طبعا حساسية الأنف بمضادات الهستامين والبخاخات الموضعية اللي بتحتوي على الكورتيزون. نعم. ممكن نتحكم فيها. هسا بالنسبة لضيقة النفس اللي عند الأخ محمد المشاعلة اللي ما بتيجي بالموسم، بتيجي على مدى الأيام، كإنسان عامل قلب مفتوح هاي ضيقة النفس متوقعة إنها تيجي، وخاصة بالليل. ونسينا نسأله كم مخدة بحط تحت راسه. نعم. نشوف هل إنه في احتقان بالرئة، ما في احتقان بالرئة، في تنفخ بالإجرين، في تجمع سوائل بالجسم. فضيقة النفس هاي لها علاقة وطيدة بالقلب المفتوح وبأمراض القلب وهبوط عضلة القلب. فالحل الوحيد انك تتابع يا اخ محمد اخصائي القلب تاعك بشكل مستمر ومنتظم، وتلتزم بأدويتك، والف سلامة عليك. الف سلامة محمد. دكتور بالصراحة في اشكالية، بس نحكي عن مدر البول. نعم. في كثير من المرضى عندهم نحكي تحفظ على استخدام مدر البول. نعم. لأنه بأثر على حياتهم. إحنا طبعاً إحنا هذول أبائنا وأمهاتنا وإحنا عايشين وسطيهم وبنعرف المعاناة. نعم. طبعاً مدر البول دواء زي أي دواء ثاني، مدام مش لازم الأخصائي مش راح يعطيك إياه. يعني أخصائي القلب بس يعطيك مدر البول، بيكون في عندك تجمع سوائل وهبوط في عضلة القلب، ولازم نتخلص من السوائل الزائدة بالجسم. توقيت أخذ مدر البول هذا شغلة مهمة. نعم. يعني الإنسان طبيب نفسه إنه ما يأخذه قريب على الليل أو المساء. نعم. على أساس إنه روحت الحمام راح يتغلب المريض. أرد على الناس إنه والله بخرب الكلى أو بضر الكلى. أنا عندي قناعة، ما في دكتور أخصائي قلب بعطي مريض مدر بول وباله أنه يضر كلا. إلا إذا في داعي دكتور. وبالعكس، وبالعكس في كثير مرضى مدر البول يعني بيضبط وظائف الكلى وبينقذ حياتهم. لا وبيضبط وظائف الكلى، يعني بس يكون عنده زيادة بالسوائل بالجسم وضغط على شرايين الكلى وبيحسن وصول الدم للكلى ومخفف وصول الدم للكلى. ننزل هاي السوائل بتحسن وظائف الكلى. دكتور ابن الزرقاء ام ثائر، السلام عليكم. الو، شكله قطع الخط دكتور. نرجع لدكتور، اسباب حكينا المحفزات،
نعم. لمرض الربو القصبي. نعم. دكتور، في ظاهرة الآن صارت تدخل على مجتمعاتنا، ظاهرة تربية الحيوانات الأليفة. نعم. داخل المنزل. نعم. علاقة هذه الحيوانات الأليفة مع تطور مرض الربو القصبي؟ طبعا احنا الحيوانات الأليفة طبعا احنا نشهد انه مش تطور، نتبع الغرب في امور يعني دخيلة على المجتمع، دخيلة على المجتمع، اللي هي القطط، الكلاب، في فئران كمان، يعني كل الحيوانات. نعم. كل الحيوانات اللي إلها شعر وفرو وبتجمع على هاي الشعيرات أنتيجينز أو بروتينات دخيلة علينا، أطفالنا بيستنشقوها وبصير تحسس، بصير هاي الهجمات. طبعا مش بس الحيوانات، إحنا كل التقدم والغيم السوداء اللي بيسموها تلوث البيئي، عوادم السيارات، نوع أكلنا كمان دكتور نزار. نعم. إحنا مش بس اللي بنستنشقه، إحنا اللي بنأكله، المواد الحافظة الملونة. نعم. هاي كلها بتأدي إلى انتكاس. نعم. للربو. دكتور، الآن متى مريض الربو بيكون في حالة خطرة أو يكون في وضع خطر على حياته؟ يعني كيف ممكن نحكي نصف المرضى إنه مباشرة إذا عانيتوا من هاي الأعراض مباشرة للمستشفى؟ طبعا برد بحكي كمان أو برد برجع وبذكر إنه الربو مرض مزمن. نعم. وأساس علاج المرض المزمن هو التعايش معه. نعم. فيعني نكون صريحين، الطب لحد الآن أو الحساسية بشكل عام ما حدا بعرف إمتى بتيجي وإمتى بتروح. نعم. فأساس علاج الأمراض المزمنة واللي منها الربو هو التعايش مع مرض الربو. نعم. ومعنى التعايش مع مرض الربو إنه الإنسان يتثقف عن مرضه، يعني يقرأ ويأخذ معلومات ويتابع كل جديد، وشبكة الإنترنت هسه في كل بيت في كل منزل مع الأطفال قبل. نعم. الكبار. دكتور، نحكي عن الريد فلاكس، الشيء الخطر. عادة مريض الربو إذا كان ملتزم في أدويته الوقائية الكنترولرز. نعم. وعارف ومتعلم عن مرضه. نعم. الأصل إنه ما يصير معه انتكاسات أو. نعم. انتكاسات بتكون بسيطة عند التعرض لمهيج معين. نعم. الوقت اللي بدنا نروح فيه على الطوارئ، أي أعراض لمرض الربو ولا تذهب باستخدام البخاخ المنقذ. ممتاز. يعني ممتاز. أنا مريض ربو معي بخاخي المنقذ اللي هو ريسكيو تريتمنت، الفنتولين. الفنتولين اللي معروف عند الناس. نعم. الفنتولين اللي هو الوحيد المنقذ. نعم. بيكون بجيبتي، بتعرض لدخنة، بتعرض لغبار، بصير عندي هاي الأعراض، ببخ منه أول بختين ما بتحسن، ببخ منه ثاني بختين ما بتحسن. الأفضل عندها إنه الإنسان يتوجه لأقرب مركز صحي أو أقرب طبيب حتى يأخذ العلاج اللازم. نعم. بشكل عام في إشي اسمه written action plan اللي هو خطة علاجية مكتوبة. نعم. أنا دائما بالعيادة بحب يعني مريضي الربو بأخذ 5 دقائق، لا بحب يأخذ ربع ساعة ونص ساعة، وأكثر شيء بحكي معه عن تثقيفه لمرضه، لأنه أساس علاج مريض الربو هو تثقيف المريض والتركيز على استخدام البخاخات، لأنه عندنا البخاخات صارت هسه أشكال وأنواع. يعني طريقة الاستخدام، التكنيك تبع استخدام البخاخ ضروري جدا. يعني تثقيف المريض هو جزء من هو علاجه، أساس العلاج. نعم. دكتور، نتلقى هاي الاتصالات بعدها رح نحكي عن العلاجات الموجودة لمرض الربو، ثم ننتقل دكتور إلى حقيقة الانسداد الرئوي لأنه ما ضلش معنا وقت كثير. محمد عبد الله من الزرقاء، وبعده عيد العيسى من المفرق. نبدأ مع محمد عبد الله. محمد عبد الله، السلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، تفضل يا محمد. بدي والله أسأل الطبيب الدكتور عبد الفتاح. تفضل أخي العزيز. نعم. الله يرضى عليك دكتور. أنا تقريبا من 94 دكتور، سنة 94 تقريبا 25 أو 26 سنة تركت الدخان. الدخان تركت نهائيا بعد ما تركت. بس قديش دخنت أخي العزيز؟ دخنت تقريبا 10 سنوات، 12 تقريبا. أوكي. الآن بعد ما تركته أنا تقريبا بفترة بسيطة يعني أقل من 6 شهور صار عندي أشعر بحشرة بأسفل الحلق. نعم. يعني بحة ناشفة مش طرية. نعم.
وأراجع أراجع في الدكاترة يعطوني دواء القحة الشراب، دواء القحة الشراب، دواء الشراب. نعم. فحص القلب الحمد لله ما في عندي أي شيء، القلب يعني الحمد لله تمام أموره تمام. نعم. لكن الحشرة هاي صارت تستلمني تقريبا من صبح ومساء، تيجي تقريبا ساعة الصبح وساعة مساء، والساعة اللي تجيني أشعر بتعب شديد كأني طالع جبل بسرعة أصير لاهش. نعم. وفي الشتاء، وفي الشتاء في أيام يعني تصير بي على مدار الساعة أظل حشرجي حشرجي يعني إذا ما أظلت ظليت أعمل زي نعم نعم يعني الكحة فيها بلغم تصاحب قشع للبلغم؟ لا ناشفة ناشفة نهائيا ناشفة فيها بلغم برتاح صفير بصير صفير بصدرك؟ الكحة ما فيها بلغم ولا فيها صفير نعم بس حشرجة حشرجة بأسفل الحلق بأسفل الحلق مش عارف فيه القصفات ولا إيش فمش يعني القلب عندي سليم الحمد لله لكن تجيني صبح ومساء ألف ألف وفي الشتاء تقريبا ساعات طويلة في ألف سلام عليك وإن شاء الله هسه منجاوبك نعم ننتقل إلى الزرقاء عيد العيسى السلام عليكم السلام عليكم من المفرق أستاذ من المفرق أهلا وسهلا أهلا وسهلا بأهل المفرق الله يعطيك العافية كلنا أهل المفرق والزرقاء وعمان كلنا واحد تقبل طاعتكم منه منك إن شاء الله ما هو بدنا نحكي لكم الأمراض تختلف من منطقة لمنطقة الله يعطيك العافية حياك الله يا عيد سيدي أنا الآن أبلغ من العمر 55 عام العمر الطويل إن شاء الله الله يبارك فيك أول حياتي أنا طبعا عندي حلال وعندي كذا كنت مع الحلال ودائما عندي الحلال وأحيانا أدخل للزرائب بالآونة الأخيرة بعد الأربعين يعني أو هيك صار لما أدخل إلى زريبة الحلال أو أمسك خروف أو أمسك أي صخر أو إشي أو أفوت على زريبة الحلال يسكر صدري بيصير عندي حشرجة وبيصير عندي حساسية وبتنزل المية من خشومي وبيضايق صدري نهائيا يعني وصار في صوتي الآن بحة لما بدي أرفع الأذان أنا الآن بأذن أرفع الأذان بيصير صوتي مبحوح وينقطع الصوت عندي يعني قليلا وبصير سبحة زي صوتي أول يعني لسا لو بدي أرفع صوتي معك كثير بتلاحظ صوتي يصير يتراجع ألف ألف سلام عليك الله يسلمك أخ عيد معدتك كويسة حموضة حرقة بصير معك الحمد لله والله كويسة طيب بالعيلة بالعيلة غيرك إخوانك خواتك الوالد الوالدة كان في نوع من أنواع الحساسية محمد اتصال ننتقل نبقى بالمفرق دكتور اخر اتصال قبل ما نبدا بالموضوع الاخر نحكي مع محمود الدلبيح محمود الدلبيح السلام عليكم السلام ورحمه الله كيفك دكتور حياك الله الله يعطيك العافيه سيدي وشكرا على جهودكم يا حياك الله اخوي تفضل دكتور عبد الفتاح معك الله يوفقك بارك الله فيك كل جميع حياك يا سيدي بالنسبه لي انا عامل عمليه القلب كويس عامل أربع شبكات وسويت مرتين قسطرة فالفترة هذه صار لي كم يوم أتعب من صدري زي ما تقول زي الضيق هيك بيجيني زي على تحت حبات البز من تحت يعني أبو يمكن 2 سنتي نعم أيوة فأضايق العلاج اللي عندي طبعا أحيانا يعطونيه من المدينة طبعا أنا أخذ من عسكر متقاعد المشكلة انه اخذ انا قبل كانت عندي اللي هو العلاج الشبكيه كويس فقطعوه علاج الشبكيه نهائيا صار لي سنه يعني قصدك البلافكس مرض البلافكس كنت اخذ نعم كنت مميع البلافكس مميع البلافكس مميع اخذ و وال عن الشيش المرض عن فتح شرايين باخذ يعني عندي 4-7 علاجات نعم طيب طيب أخي العزيز أنت يعني هسا الشكواك من ضيقة النفس هاي جديدة ولا من أول زادت بالشدة بالحدة لا والله لا والله بال يعني هيك من زمان بس إيش عادي يعني لكن صار لي كم يوم لابد أمشي من هون لهون بتعب يعني كانت مثلا كانت تيجيك بعد 100 متر من المشي صارت تيجيك بعد خطوتين ثلاثة هاي اللي بس من فترة الصيام وجاي نعم صار خاصرتي توجعني صار زي ما معي حصوة طبيعا شايف نعم صار عندي وجع كثير يعني شايف لأنه أنا دائما أشرب سوائل على السحور بشرب سوائل كثيرة برضو على الفطور بشرب سوائل كثيرة لكن برضو كمان نفس الوقت الآن صار ضيق الصدر عندي اللي هو التعب الصدر طيب بالليل بس تتمدد تنام كم مخدة تحت راسك بتحط
بحط مخدة واحدة عادية. عادي يعني ما في ما بتزيد الذيقة؟ لا لا، المخدة هي نفسها والنوم هو يعني، ولكن قلق موجود، تعب موجود بالنوم. والصيام إن شاء الله بتصوم؟ الحمد لله وصايم. طيب نعم دكتور. سيدي الحمد لله، ألف سلام عليك. أنا راح أجاوب الأخ محمود الدلابية أول واحد. نعم. أفضل والأفضل إنه يتجه الدكتور محمود الدلابية إلى أخصائي القلب لتعديل أدويته وتعديل الجرع وعمل يعني عمل بعض الفحوصات، فحوصات الكلى، لأنه ذكر أنه عنده كمان حصوة بالكلى مع درجات الحرارة شوي عالية والصيام، فمن خاف يكون عنده جفاف، من خاف يكون عنده الموضوع أكثر شيء قلبي يعني. طبعا 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 ضيقة النفس اللي عنده مؤكد أنها من ناحية القلب، وبحاجة إلى تعديل جرع وتعديل أدوية من قبل أخصائي القلب. سلام دكتور. فقط الغير. ألف سلام عليك. عيد العيسى دكتور نجاوب. عيد العيسى طبعا عيد لحاله شرح وضعه إنه كل ما بتعرض للحلال بيصير عنده ضيقة بالصحة. أنا بحب مصطلح الحلال دكتور. نعم. سبحان الله. نعم. فإحنا كما ذكرنا إنه الحساسية لا يعني إني أنا والله طول عمري بتعرض للحلال، بس من جديد صرت بس أتعرض له. فالحساسية طبيا لحد الآن ما حدا بيعرف متى بتبلش متى بتنتهي. شو ممكن ياخذ؟ وممكن ممكن اني انا اكون اتعرض للشغله كل يوم بحياتي وفجاه يصير عندي حساسيه لها. صحيح. فاللي عند الاخ يعيد نوع من انواع حساسيه الصدر او الربو او الازمه، هيك على الهوى ما بنقدر نجاوب، ضروري ينعمل له فحوصات، يتاخذ السيره المرضيه، ينسمع صدره، ينفحص سريريا، ينعمل له فحص كفاءه رئه، وبعد ذلك ممكن تشخيصه. ولكن شغلته دكتور سهلة يعني مش من لا 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 سهلة جدا. وممكن انه يعيش زي اي انسان ويتعامل مع الحلال، بس في بعض الادوية بس يذبح لك ذبيحة دكتور. بعض الادوية انه تستقر وضعه. طب محمد عبد الله دكتور الزرقاء انت جاوبته مباشرة. نعم نعم. طب دكتور ننتقل سريعا. لا محمد عبد الله انا بس احب اعلق. نعم. انه في عنده حجرشة في اسفل الحنجرة. نعم. وضيقة في النفس، أو بقولك والله الدكتور النفس بحرقني، أو بحب أظني أنشف حلقي يعني أنظف حلقي، بحس إنه في إشي معلق هون. طبعا في نوع من أنواع الحساسية بنسميه هايبر رياكتيف إيروي ديزيز، أو أساس التحسس اللي هو هايبر ريسبونسيفنس، الاستجابة العالية أو المفرطة. مفرطة. ففي بعض الناس القصبات الهوائية وبطانة القصبات الهوائية طبيعتها مفرطة في الاستجابة، يعني أنا ممكن أتعرض لغبرة أكح شوي وتنتهي الأمور. في بعض الناس وأساس الحساسية إنه الكحة وضيقة النفس بتصير عندهم من نفس كمية الغبار اللي بتعرض لها الإنسان العادي. فهذا المرض اسمه هايبر رياكتيف إيروي ديزيز، أو الاستجابة المفرطة للقصبات العليا. فبرضو بننصح الأخ محمد عبد الله بما إنه كان مدخن كمان. خلال دكتور يتحدث عن علاجات الربو، مرضى الربو، خلينا نحكي بشكل سريع لهم بشكل عام. والاصل انه نحكي عن العلاج لانه في حكي كثير احنا بين شعوبنا العربيه خاصه وغير مثقفه نوعيا، انه والله بتتعود على البخاخ ما تاخذه. فهي شغله غلط. البخاخ دواء او علاج كاي علاج. الطبيب والمريض عند يعني انا بحاجه للبخاخ باخذ البخاخ، بطيب بتحسن بخفف جرعه البخاخ انا والطبيب بمساعده الطبيب، بشوف الطبيب او برتقي اني انا مش بحاجه لبخاخ بقدر اوقفه باي وقت. ما في شيء اسمه بتعود على البخاخ. هذا واحد اساس علاج الربو كما ذكرنا، انه المريض يكون متعايش مع مرضه، يتثقف بمرضه ويلتزم بالادويه. عندنا نوعين من أنواع البخاخ، نوع وقائي ونوع منقذ. النوع الوقائي اللي هو لازم نستخدمه باستمرار يعني 12 كل 12 ساعة، وفي من جديد صار كل 24 ساعة بخة واحدة، هذا يوميا لازم نأخذه. هذا للوقاية من أنه ما تيجي الانتكاسات، تخفف شدة الانتكاسات وحدتها ومدى تكرارها عبر الوقت. وفي البخاخات المنقضة اللي هو الفنتولين. نعم. بيضلوا مع المريض بجيبته، وإذا كان المريض ملتزم بأدوية بالأدوية الوقائية هذا الفنتولين بنساه، يبطل يستخدمه. صحيح. يعني أنا بس يجيني المريض على العيادة ويقول لي والله الدكتور بستخدم الفنتولين باليوم مرتين ثلاث، معناته في إشي غلط. نعم. ضروري يا نرفع الجرعة
نتأكد أنه ملتزم بالعلاج، لأنه أكثر سبب للانتكاسات الحادة التي تؤدي إلى الدخول للمستشفى والآي سي يو عدم الالتزام بالأدوية. صحيح. فإحنا منركز على الالتزام بالأدوية الوقائية يوميا. ربط نقص فيتامين دي مع الربو؟ في دراسات نعم بتحكي انه المرضى اللي عندهم نقص الفيتامين دي ممكن يتعرضوا لهجمات او انتكاسات اكثر من غيرهم. نعم. وصعب انه نتحكم بهاي الهجمات والانتكاسات. اذا يعني يفضل يفضل انه اذا في نقص فيتامين دي انه يتزبط. نعم. اعزائي المشاهدين، ننتقل بما تبقى من هذه الحلقه للحديث عن مرض منتشر يصيب 80 مليون شخص على مستوى العالم، ويتوفى منه سنويا ما يعادل 3 ملايين مريض. نتحدث اليوم عن مرض الانسداد الرئوي المزمن وتوسع الرئتين. دكتور، مقدمة شوي كانت نحكي واقع الأرقام. عن أرقام نعم يعني نعم مخيفة. واقع عن واقع مخيف، لأنه هذا المرض منتشر جدا. نعم. وزي ما بنعرف ومنحب أنه الناس تعرف أنه السبب الأول والرئيسي لهذا المرض هو التدخين. وهذا المرض عبارة عن التهاب قصبات مزمن انسدادي. يعني إحنا إذا بدنا نعرفه بالعامية نفس مرض الربو. وبالعكس أخطر كمان، يعني وأخطر من مرض الربو، لأنه مريض الربو إذا تم التحكم بمرضه ما بين الهجمة والهجمة الإنسان بيكون طبيعي. يعني ولا يمكن تفرقوا بين اي يعني مريض الربو وما في عنده اعراض نهائيا هو ممكن يعني بالوقت اللي بعيدا عن الهجمات وبيعيش حياته طبيعيه. وفي عندنا ابطال اولمبيين صحيح معهم مرض الربو وحققوا ميداليات ذهبيه ومعروف بالتاريخ الرياضي. صحيح موجود. فبنرجع ونحكي انه مرض الربو ما بين الهجمات، واذا كان المريض مسيطر على مرضه بيكون انسان طبيعي. مرض الانسداد الالتهاب او التهاب الانسداد القصبات المزمن للاسف كفاءة الرئة بتضلها بنزول مع العمر ومع الايام. يعني دكتور احنا الرئة بتضلها تعوض حتى لعمر الاربعين. لعمر الاربعين طبيعيا في فقدان لكفاءة الرئة بعد عمر الاربعين. الانسان المدخن او الانسان الذي يعاني من درجة او من اخرى من التهاب القصبات الانسداد المزمن، هذا الفقدان من كفاءة الرئة سنويا بيصير أرقام خيالية وبشكل متسارع. دكتور احنا وما بين الهجمات بيكون المريض تعبان. يعني أهم فرق دكتور بين الربو بضل مستمر، ما في فترة سماح نسميها، المعاناة مستمرة. دكتور رح نحكي عن أسباب هذا المرض المنتشر حقيقة والخطير. نعم. ولكن الذي ممكن علاجه بعد أن نتلقى هذه الاتصالات برضو من المفرق وبعد تيسير عليان بعد رشدي محمود من عمان. تيسير من المفرق، السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا. كل الاحترام لكم يا دكاترة، حياك الله. اهلا وسهلا. كل الاحترام يا سيدي. يا سيدي بعد امرك بدي تعطيني مجال لانه انا متعشم فيك والله. حياك الله. تفضل تفضل يا سيدي. انا براجع المدينة الطبية من 5-6 سنوات. نعم. كان معي انتفاخ رئوي، كان صدري مبين منفوخ بالنظر بالعين مبين. نعم. بعدين صار يعطوني مضادات حيوية وبخاخات، بعدين بالفترة من 6 شهور جاي من سنة جاي صدري راح مسح، يعني انفاخ راح راح الانتفاخ. تيسير بس كم عمرك يا تيسير؟ عمري في 65. والله جسمي أنا مش وزن، جسمي رياضي كويس. طبعا عمي ألف سلامة عليك. سلم قلبك. 65 سنة بتدخن؟ دخنت، واللي صار معي هذا بسبب التدخين. اجمع الدكاترة انه بسبب التدخين زي ما تفضلت. وقفت الدخان؟ وقفته صار لي 5 سنوات خوف، مش بخاطر إجباري. يعني وقفته 5 سنين. صار لي تركت 4 سنوات. هذا هذا هاي خطوة كويسة بالعلاج، ونتمنى إنك ما ترجع تدخن. لا أبدا. بس بعد أمرك يا دكتور عبد الفتاح. نعم تفضل. انفاخ بصدري راح، بس أحيانا أحس في صدر بالقفص الصدري على الشمال، أحس وجع، بعدين أحط عند راسي 3-4 مخدات أنا. نعم. أحيانا بحس إني مخنوق. في عندي جهاز تبخير، بحط فيه تبخير اللي هو فولترين سائل. نعم نعم. فأحيانا أنا أشوف حالي مضايق باخذ التبخيرة. نعم. ومعاي بخاخ فولترين. نعم. فما طيب بعرف بخاخات. عم تيسير، بخاخات بشكل يومي بتأخذ؟ باخذ، بس وأنا أشوف حالي مضايق من عندي باخذ حبتين كورتيزون، بعدين باخذ حبة تلقائي، بعدين بوقف وما أشوف حالي متحسن. ما شاء الله عنك، يعني تمام الأمور. لا أنا سؤالي محدد، في نوعية من البخاخات
اكيد الطبيب اللي اعطاك اياها قال لك هاي دكتور يا حج تيسير لازم يوميا تاخذها مضبوط كذا، بس معي انسداد قصبات، شو الحل فيهن هذول انسداد طيب. القصبات هسه اسمعنا، هسه بتسمع الجواب، اسمع الجواب عمي. نعم. وان شاء الله خير. بس اسمح لي اسمع دكتور عبد الفتاح. نعم تفضل. في هسه واحد بده يعمل لي علاج نسعنا نحل بلكي للرئتين يشتغلن عندي. لا استنى شوي، خلى لا 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 تتهور. انت كنت ماشي كويس وامورك ممتازه. نعم. بدي اخذ رايك يا دكاتره بالنسع النحل، والله يقدروا على انسان مشان لسع النحل بلكي يتحسن ان شاء الله. الدكتور عبد الفتاح رح يحكي بهذا الموضوع الان، قضيه دكتور تنظيف الرئتين الان منتشره دكتور بين نعم. الناس رح نحكي عنها، ولكن نتلقى الاتصال الثاني من رشدي محمود من عمان. رشدي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه دكتور، حياك الله. دكتور انا عيلتي بتتعالج في مستشفى الجامعه، تعاون مصابها بالروماتيزم، بعد الروماتيزم ضرب معها على الرئه. صار معها تليف على الرئه. نعم. وبعدين هسه بتتعالج صار لها 11 سنه. اعطوها 6 حبات كورتيزون وحوالي 10 12 دواء اللي هو المعده والضغط وشريان الرئه. وشو الحل دكتور؟ بظل تعبانه وهزلانه. نعم، قديش العمر؟ 70. 70 سنة. 70 سنة. غير الروماتيزم شو في أمراض؟ بس الروماتيزم وال التليف على الرئة صار معها. طيب بحاجة لأكسجين؟ عندها جهازين أكسجين، جهاز بالبيت. سفري وجهاز في البيت. بالبيت يعني موجود؟ بالبيت. ألف ألف سلام عليه. بظل بحاجة لأكسجين، أكسجين أبغى ينزل. ألف سلام. ألف سلام أخي. دكتور سريع لأنه ما ضل معنا. طيب تيسير عليان، الأخ تيسير عليان. نعم. عادة انتفاخات الرئة هي نوع من أنواع التهاب القصبات الانسدادي المزمن. نعم. ومرد بنكرر السبب الأول والأخير التدخين. هي وقف الدخول. وأهم دكتور. خطوة بالعلاج ترك التدخين. فالأخ نعم. تيسير ماشي على الخطوات الكويسة. إنه تروح الانتفاخات صعب جدا، مش صعب جدا، مستحيل. لأنه الانتفاخ هو عبارة عن توسع في الرئة، ويعني النسيج الرئوي ببطل موجود في تلك المنطقة المصابة. نعم. فالانتفاخ بيروح بحالة واحدة إذا تم استئصاله جراحيا. نعم. طبعا استئصاله جراحيا بيعتمد عليه أمور كثيرة. وين المنطقة المصابة بالرئة؟ هل هي بالمناطق العلوية ولا السفلية؟ المناطق العلوية دائما أفضل أو تستجيب للعلاج الجراحي أفضل. هل المريض بطل دخان ولا لا؟ عادة مريض الانسداد القصبات المزمن مع الوقت بيصير عنده ارتفاع بضغط الشريان الرئوي. وبصير في تعب بالقلب. وحكينا انه المريض بضل مع الوقت نزول كفاءة الرئة. فهذا مرض يصيب الجسم جميع. مش بس الرئة. في كثير ناس بيقول لك بس التهاب الرئة هذا. لا. احنا بنقول التهاب الانسداد القصب المزمن مرض يصيب العضلات، يصيب الاعصاب، يصيب القلب. مضاعفات دكتور على الجسم. مضاعفاته لكل الجسم. غير الربو. الربو مرض يختص بالصدر. والمريض اذا تحكمنا في اعراضه بيعيش طبيعي. الربو ممكن امراض ثانيه تاثر على الربو دكتور. نعم. ولكن الربو بياثر نعم. على امراض ثانيه. نعم. دكتور رشدي محمود. السيد رشدي محمود، للاسف في امراض كثيره خاصه الامراض الرثويه وامراض الروماتيزم. نعم. امراض الانسجه الرابطه في الجسم. نعم. لها تاثيرات على الرئه. نعم. لانه الرئه هي عباره عن حويصلات وفي انسجه رابطه الانترستيشن. فهذا الانترستيشم بشكل ثانوي يصاب بالأمراض الرثوية. نعم. وإذا وصلنا لدرجة التليف. نعم. وللأسف التليف في أدوية كثير دكتور حقيقة. في بالنسبة للتليف في تساؤلات. نعم. من أمل الزعبي أعتقد. نعم. نعم. لو سمحت تحكي مع عن مرض التليف الرئوي وعلاجه، وليش الحكومة متوفر علاج له؟ هو تقصير من الحكومة ولا من خلينا ما في العلاج له؟ خلينا نكون واقعيين. نعم. مرض التليف الرئوي إذا تم تشخيصه، طبعا أمراض التليف الرئوي في مرض اسمه التليف الرئوي. نعم. وفي أمراض ثانوية اسمها تليفات رئوية ثانوية. نعم. زي الأخ رشدي. نعم. من ناحية الروماتيزم. روماتيزم. نعم. التليف الرئوي العلاج الوحيد والأوحد له اللي هو زراعة الرئة والقلب. نعم. زراعة الرئتين والقلب. نعم. وهذا لا يتم يعني بده شغل وبده مراكز غير متوفر وبده مجموعة من الأطباء المتخصصين. يعني طبيب قلب لزراعة الرئة والقلب، طبيب صدرية لزراعة الرئة والقلب. يعني بده تيم وورك. وفي مركز متخصص. احنا غير متوفر هذا. غير متوفر للأسف دكتور. هسه في أدوية مهبطة للمناعة منها بيرفينيدون.
موجود برا الأردن، صار يتوفر بالأردن. عندنا التأمين الصحي ما بيقصر مع المؤمنين ومع الشعب، ومن خلالي وفي لجان خاصة بتقوم بدراسة الحالات وبنصرف هذا الدواء. ومع ذلك الدواء هذا مش حل نهائي للتليف، ولكن الرئوي. دكتور بأخر أو بقل من تطور المرض، احنا بنقدر نتحكم بالموجود، بالموجود يعني نوقف المرض عشان تطور المرض، نعم الموجود. لعدم تطوره. وهاي كلها دراسات دكتور، نعم. نزار دكتور بس عشان الناس يعني كلها دراسات يعني مش كل الناس تستفيد من هذا الدواء. نعم. دكتور في ناس قاعد تطلب رقم تليفونك، فأخ سلطان والأخوة اللي بيطلبوا رقم التليفون دكتور عبد الفتاح ان شاء الله راح نتركه في الجاليري، وممكنكم يمكنكم التواصل مع الدكتور عبد الفتاح. دكتور الان في اسئله اخرى. دكتور عندي هاي من احلام، دكتور عندي حساسيه انف من روائح، وباخذ كل 6 شهور ابره فيها كورتيزون، هل لها تاثير يعني هذا الموضوع؟ والله انا ضد الابره اللي كل 6 شهور، مع انه في كثير ناس باخذوها لانها شوي مريحه وبتحسنوا عليها، وابره واحده بالسنه، مع انه مضاعفات الكورتيزون خاصه اذا بيكون يعني مره واحده بالسنه مقبوله دكتور، اما بكل 6 شهور والله حتى دكتور نزار يعني في بعض الدراسات الابره هاي الدبرافوس خاصه اللي بتناولوها الناس بدون ما يرجعوا للطبيب، بروح على الصيدليه والله بدي ابره حساسيه، يعني في بعض الحالات هشاشه عظام سببت بابره واحده فقط سنويا. فاحنا الكورتيزون علاج من افضل العلاجات ومن اخطرها اذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. فالافضل اي انسان عنده تحسس يتجه للطبيب ويلتزم بالعلاج، لانه خلينا احكي لك مداخله صغيره، انه انا اخذ طول السنه بخاخ للانف، كميه الكورتيزون ببخاخ الانف طول السنه ما بتيجي قد كميه الكورتيزون الموجوده بالابره، بالابره هاي وبخاخ الانف الكورتيزون اللي ما بتصل للجسم اصلا، موضعي موضعي يعني ما بتصل للدم. فاحنا خلي المعلومه هاي تصل للناس ويفكروا فيها شوي. عصام بسال، مش واضح الاسم بصراحه، اي اس ام، بحبوب الفينيليرج او الالرفين او الحبوب اللي نحكي بشكل عام للحساسيه، ممكن اخذها على مدى العام؟ لا لا لا، احنا عاده الانتي هيستامينز اذا المريض كان عنده اعراض يلتزم بالدواء، وإذا الأعراض اختفت الأصل أنه نخفف الدواء ونوقفه. أما نظلنا على الأنتي هيستامينز طول العام في ولا ما في ما بنفع، ضروري أنه نتحكم بالأعراض والأدوية دائما. إحنا أطباء الصدرية خاصة أدوية الكورتيزون نحاول يعني المانجمنت تبع المرضى تاعونا أنه نعمل ستيب داون. إذا المريض مستقر خلال 3 شهور بالعيادة بنسأله 4 أسئلة خلال 3 شهور الماضية عن مدى استخدام البخاخ وتكرار الهجمات واستخدام المنقذ، وحسب ذلك بنعمل ستيب داون للعلاج، يعني بنحاول قدر المستطاع تقليل العلاج في أقرب فرصة من استقرار المريض وحالته انه ننزل جرعة الكورتيزون. فما بالك نعطيها على المدى العام؟ فغلط. هم يعني مش كورتيزون، بيحكوا دكتور عن الانتي هيستامين بشكل عام. بشكل عام احنا ضد انه يستمر دكتور. نحكي عن الاعراض من بداية دكتور، الانسداد الرئوي هل هو سبب وراثي؟ في له في وراثة بهذا طبعا الموضوع؟ احنا الوراثة موجودة بمرض الربو، بمريض الربو، بمريض الالتهاب بالقصب الانسداد الرئوي. يعني الاعراض الجينات أو العوامل الجينية والوراثية موجودة عند كل إنسان، إنه مدى تقبله إنه يصير معه المرض الفلاني أو المرض الفلاني. فعلياً دكتور فقط 15% من المدخنين بصير عندهم هذا المرض. في دراسات كثير على جينات كثيرة موجودة بالصدر وبالدم تحدد مدى قابلية الإنسان من إنسان لإنسان لوجود المرض اللي هو التهاب الربو والتهاب القصبات الانسداد. احنا الآن نحكي عن انسداد القصبات. طبعا التهاب القصبات الأسباب الرئيسية. الأسباب الرئيسية السبب الأول واللي منظرنا نكرر فيه اللي هو التدخين. التدخين يعني صعب جدا يجيك إنسان على العيادة مصاب بالتهاب قصب انسداد رئوي وغير مدخن معنا. يعني في نسبة ضئيلة جدا، تقريبا نحكي 12%، وهاي لهم أمراض وراثية معينة، ألفا أنتيتريبسين ديفيشنسي، وهي قليلة عندنا، قليلة جدا، وبيجي المريض صغير بالسن. نعم. وعادة احنا مريض الالتهاب القصبات الانسداد الرئوي بيجينا يعني أعمارهم
بالكتب مذكور عمرهم فوق ال 55 وفوق ال 60، وللأسف في الأيام هاي منشوف عمرهم عمالها بتنزل لأنه ببلش دخان بدري. نعم صحيح. فما بصير عمره 40 سنة بصير عنده درجة حتى ولو ضعيفة من التهاب القصبات الانسدادية. دكتور حجاتنا زمان كان يطبخن على طبعا الحرب. هذا هذا السبب الثاني. احنا السبب الأول قلنا التدخين وهو عالميا. هسا عنا الختيارات زمان كانوا يتدفوا، مش الختيارات بس، كانوا يتدفوا على صباط الحطب بالبيوت، كانوا يخبزوا على الطابون ويتعرضوا لدخنة الحطب. فعنا كمية غير بسيطة في الأردن يعني ختيارات تقول لك يا ابني عمري ما دخنت، بس انت اعراضها يعني فحصها السريري، فحص كفاءة الرئة، صورتها كلها بتثبت انه عندها التهاب قصبي انسدادي مزمن. وسببه اللي هو البيوماس فويل بنسميه احنا، كانوا يحرقوا الحطب هذا ويستنشقوا. فهاي من الأسباب الثانية. نعم نحكي على الأعراض. خليني أذكر كمان سبب يعني شوي له دخل بالوظيفة، اللي هم تعرضوا للسولر والديزل. يعني مكتوبة وحسب الدراسات اللي تعرضوا للديزل وتعاملوا مع الديزل كميكانيكي كسائقين شاحنات، هذا كلهم في دراسات بتحكي انه سبب يؤدي الى التهاب القصبي الانسدادي المزمن. اعراض التهاب القصب التهاب القصبات الانسدادي المزمن السي او بي دي، احنا خلينا نحكي سي او بي دي افضل من الدكتور. الاعراض يعني تشبه لحد بعيد اعراض الربو اللي هو ضيقه في النفس، كحة، بس كحة المرضى هدول السي او بي دي بيختلف عن الربو انه دائما في بلغم، في قشع للبلغم وبكميات كبيرة، ولون البلغم يتراوح بين الاصفر والاخضر. طبعا احنا بنركز على لون البلغم بس نسأل المريض لانه بيبين لنا او بيوجهنا انه في التهاب بكتيري او ما في التهاب بكتيري. طبعا الصفير، ضيقة النفس، التعب، السعال. ومرضانا اللي بيعانوا من السي او بي دي ما بيجوا عندهم بس سي او بي دي او هو التهاب القصبات الانسداد المزمن، بيكون عنده امراض قلب، امراض شرايين، لانه السبب واحد صحيح، التدخين. التدخين العمر، يكون عنده ارتفاع توتر شرياني. الدكتور بيجي متلازم عادة. نعم يعني متلازم، يعني بيجي المريض انه مش بس يعني مريض صغير سنا يعاني من الربو فقط، بيجي مريض يعاني من التهاب قصبي انسدادي مزمن، هبوط في عضلة القلب، ممكن يكون في سكري، في تصلب في الشرايين. فالمريض بيكون له يعني وضع خاص. ممكن دكتور نتحدث عن علاج المرض الانسداد الرئوي المزمن؟ نعم. بعد تلقي هذا اخر اتصالين من الكرك فوزان القيسي. فوزان السلام عليكم. فوزان شكلنا طولنا على فوزان من المفرق. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. فوزان معنا؟ نعم. كيفك دكتور؟ حياك الله. بسرعه سؤالك يا فوزان. يا سيدي انا عندي صدري بوجعني وعندي ازمه. نعم. طبعا الصبح طبعا في الليل بصير عندي صغير وبفقد الشم، يعني اي شيء باكله او اي شيء اشم ريحته بفقد الشم نهائيا. سلامتك. ايوه. وبالليل بصير صغير، يعني شيء لا تصور العقل، صغير كثير. نعم. طبعا باخذ الان بخاخ طبعا عند الفطور، خشمي بسكر نهائيا. نعم. ولا بقدر اكل، ومعي الان جهاز اسمه تبخير للان. اخ فوزان انت بتاخذ البخاخ بس وقت الفطور؟ لا بس وقت الفطور لاني صايم. يعني على السحور ما بتاخذه؟ طبعا على الفطور، بس اجي افطر لقمه باخذ البخاخ مشان اني اسهل الامور اني افطر. طيب اخي العزيز، خليني انا بس اجاوبك على السؤال. خاصة في شهر رمضان احنا دائما بننصح المرضى اللي عندهم ربو. طبعا الاخ فوزان من شكوى عنده تأتب اللي هو فقدان حساسية الانف. نعم. وفقدان حاسة الشم مع الربو، وممكن يكون عنده حساسية بالجلد كمان. نعم. فالاخ فوزان يعاني من الربو. مرضى الربو دائما احنا بننصحهم قبل دخول شهر رمضان الذهاب الى العيادة، و محاولة استقرار الحالة قبل شهر رمضان. يعني نحاول نزيد جراء العلاج إذا شفنا المريض شوي بعاني، على أساس أنه يدخل شهر رمضان. نعم. يستخدم البخاخ مرتين باليوم الوقائي، وخلال النهار تكون أموره طيبة، يعني حتى لو اضطرينا أنه نرفع جرعة الكورتيزون قبل رمضان. دكتور حتى المريض يعني البخاخ في مشكلة بالصيام؟ البخاخ الوقائي بنستخدمه على الفطور والسحور كل 12 ساعة، وفي منه صار كل 24 ساعة.
هسا البخاخ اذا اضطرينا خلال اليوم والصيام كل يعني معظم المذاهب ومعظم شيوخنا في الدين انه ما بفطر بفطر يعني بفطر في النهاية. نعم حياة المريض اهم منها. نعم وديننا يسر. نعم. واذا المريض اضطر لازم ياخذ. نعم محمد الخالدي من المفرق. السلام عليكم محمد الخالدي. نعم السلام عليكم. سؤالك سريعا تفضلي. بدي اسالك دكتور اتكرمت. تفضل. انا سنوي بصير عندي تحسس بوقت الازهار وزهر الزيتون. نعم سنوي مش عارف ما الاقي العلاج يعني. نعم نعم اخي العزيز احنا زي ما حكينا علاج للتحسس نهائي مش موجود. الحساسيه طبيعتها ما حدا بيعرف متى بتيجي ومتى بتروح خلال العمر. بس نعم. افضل شيء بوضعك انه انا قبل الموسم لانه انا بعرف امتى الموسم اللي بتعب فيه. قبل الموسم اللي بتعب فيه بذهب لأخصائي صدرية بأخذ أدوية وقائية قبل الموسم وبلتزم فيها لنهاية الموسم حتى ما بعد نهاية الموسم حتى أموري تكون سلسة خلال ذلك الموسم وما أتعب ما أوصل المستشفى. يعني إحنا علاجنا أو الهدف من علاجنا إنه المريض يعيش حياته أعراضه تخف وما يضطر للدخول والتداخل الطبي في المستشفى. فالأدوية الوقائية من بداية الموسم والاستمرار عليها لنهاية الموسم. نعم. هذا هو الحل. ألف سلام عليك. هذا معنى التعايش. والدكتور الحساسية وهاي الأمراض مزمنة حقيقة. نعم. نعم. وبعدين المريض بصير معه خبرة بكيف التعامل. نعم. أنا دائما بوجه مرضاي وبقول لهم الثقافة والتثقيف حول مرضي هو 90% من العلاج. نعم صحيح. يعني أنا أعرف شو طبيعة مرضي كيف أتفادى المهيجات وكيف أستخدم وطريقة استخدام البخاخات. هذا هو أساس علاج مرضى الحساسية مرضى الربو. يعني في بعض المرضى 10 سنين على البخاخ تستخدمه غلط. صحيح. فهي كارثة. دكتور بس في سؤال حابين يعرفوا اسم البخاخ الوقائي نعيد لهم إياه. الفنتولين. الفنتولين. يعني فنتولين استخدمته عدة مرات البخاخ الوقائي فالناس فاكرين شيء جديد. لا 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 هو الفنتولين. نعم. هو البخاخ الوحيد الذي يشعر فيه المريض انه بتحسن. نعم. لانه البخاخات الوقائيه المريض بس يستخدمها ما بتحسن يعني ما بيشعر فيه تحسن. نعم. لانه هي مفعولها شوي طويل. شباب الاعداد ممكن ناخذ كمان 5 دقائق بس نمدد لانه في شيء لازم نحكي عنه اذا الوقت بسمح. ما بعرف. تمام اوكي اعطونا 5 دقائق دكتور منيح. دكتورنا نعود لأسباب الهجمات الحادة لمرض الانسداد الرئوي المزمن ومضاعفاته سريعا. طبعا أسباب الهجمات الحادة لمرضى الالتهاب القصبات الانسداد المزمن التهابية أو مريض بدخن. يعني ما في استقرار لحالته. يعني إنسان تم تشخيصه بالتهاب قصبي مزمن وتم تبليغه انه السبب الاول والوحيد هو التدخين. نعم. واول خطوه بالعلاج ترك الدخان وما زال يدخن. فهذا المريض صعب انك تحكم هل هاي هجمه ولا هذا المرض عماله بتفاقم. هذا واحد. بس بشكل عام التهابات بكتيريه وفيروسيه وعاده هجمات مرضى الالتهاب القصبي الانسداد المزمن بتكون في الاوقات الشتويه من السنه. يعني في الموسم الشتوي في موسم الالتهابات. فدائما احنا اي انسان بيجينا بنعمل له صوره بنعمل له فحوصات دم نفحصه سريريا لاستبعاد وجود التهابات رئويه حاده عند المرضى. دكتور احنا الان في وقت انتشار وباء الكورونا. نعم. هذول المرضى هل هم معرضين اكثر طبعاً. من الاخرين طبعاً. لمضاعفات هذا طبعاً. المرض طبعا اي مريض عنده امراض مزمنه في الرئه منها الربو منها تليف الرئه منها التهاب القصبات الانسداد المزمن معرض للالتهابات الفيروسية مش بس للكورونا أو للكوفيد 19 معرض لها ينصاب فيها ومعرض إنها تكون شديدة جدا أعراضها والمضاعفات. مضاعفات أي التهاب فيروسي عند المرضى اللي عندهم التهابات مزمنة بالرئة بتكون شديدة. ويعني إحنا بنحكي مثلا الكوفيد 19 20% اللي بتكون حالاتهم سيئة وبدخلوا بالعناية الحثيثة هم أصحاب الأمراض المزمنة. نعم. ومنها أمراض الرئة. نعم. فمننصح أي إنسان عنده أمراض مزمنة إنه تكون هاي أمراضه مستقرة باستخدام الأدوية بالعلاج المستمر وإنهما الاختلاط يعني يدير باله على الاختلاط يعني يبقى يعني stay home.
دكتور، مضاعفات مرض الانسداد الرئوي المزمن؟ نعم، مضاعفات مرض الانسداد الرئوي طبعا نرجع ونقول التدخين بما انه بيسبب التهاب القصبات الانسداد المزمن. مضاعفات التهاب القصبات الانسداد المزمن اللي هو سرطان الرئة، واحد. اثنين، هبوط عضلة القلب وخاصة الجهة اليمنى مع ارتفاع يعني الشريان الرئوي، ضغط الشريان الرئوي. فهاي مضاعفات ممكن الأطباء والمرضى بالتعاون مع بعض يأخروها، يأخروها أو ما تيجي نهائيا باستقرار الحالة. فهاي هي المضاعفات. طبعا في مضاعفات كثير منها الأستيوباروزيس اللي هي هشاشة العظام، ضعف عضلات الجسم، الوهن الكامل بالجسم. يعني المريض هذا احنا بنسميه مرض لكل الجسم، يصيب العضلات لانه في اوكسيدنت، مش اوكسيدنت، اللي هي فري راديكلز بتصير، او يعني مواد قلة التروية للعضلات، فبصيب وهن بالعضلات، بصيب ضعف وهبوط في عضلة القلب وارتفاع ضغط الشريان الرئوي. واهم واحد اللي هو الفشل في التنفسي، يعني المريض اخرته اذا ضل وضعه وضل يدخن ومش ملتزم بالعلاج راح يصل لدرجة انه بحاجة لأكسجين حتى يخدم نفسه بالبيت. صحيح. فاحنا نتمنى انه الانسان يكون طبيب نفسه ويلتزم بالنصائح. يعني بنحكي المريض يلحق حاله ويبطل دخان من اولها، يعني ننهي الموضوع. نعم، ما نضلنا نلف وندور. نعم. حوالين. نعم. هذا وكل الدراسات تؤشر. نعم. انه ترك الدخان هو الحل الوحيد. نعم. والامثل انه ما نصل للفشل التنفسي. اوكي. عن طريق ترك الدخان ان شاء الله. يعني الشباب بيحكوا احنا تجاوزنا الوقت بسبع دقائق حقيقه. يعطيك لقاء دكتور، لقاء معك لا يمل حقيقه، والمواضيع اللي نحكي فيها مواضيع شائعه، بنحكي عن امراض شائعه تخص. نعم. كثير من المواطنين وموجوده. نعم. في كل منزل تقريبا. الدكتور المميز والصديق العزيز والزميل الدكتور عبد الفتاح الحديدي، اختصاص امراض الصدريه والتنفسيه، أشكرك على هذه الساعة والعشر دقائق لزيادة. الله يعزك يا سيدي. لا شكرا، واجب. هذا واجبنا إحنا. نعم. ونتمنى أنه المعلومة وصلت سيدي كل عام وأنت بخير، ونشكرك على هذه الجهود المباركة. شكرا. كنت معنا في حلقتين مميزات، تحدثنا عن أمراض الصدرية، وإن شاء الله في المستقبل راح يكون معنا لقاءات أخرى مع الدكتور عبد الفتاح الحديدي، أخصائي أمراض الصدرية والتنفسية في مستشفى البشير. مستشفى البشير يوجد به العديد من الأطباء المميزين، وفي وزارة الصحة العديد من الأطباء الاختصاص المميزين، والدكتور عبد الفتاح الحديدي مثال على هؤلاء الأطباء. وأيضا كان معنا بالأمس الدكتور سامر جبريل، وهو طبيب في مستشفى الأمير حمزة اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي. هؤلاء أمثلة على الأطباء المميزين في تخصصاتهم في وزارة الصحة. كونوا معنا غدا بإذن الله للحديث عن مرض الصدفية والأمراض الجلدية المزمنة، وبناء على طلبكم مرة أخرى نستضيف الدكتورة براق السرايرة اختصاصية أمراض الجلدية. أنا محدثكم الدكتور نزار الشيخ، نترككم في أمان الله.